اختتمت مؤسسة حياة كريمة فعاليات مبادرة أنت الحياة بقرية أبو طاحون التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والتي أقيمت على مدار 3 أيام. شهدت القافلة عددا من الفعاليات، على رأسها قافلة طبية مجانية لكافة التخصصات، هذا بالإضافة إلى الورش التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، والتي شملت خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالقرية. احنا في اليوم الختامي لمبادرة انت الحياة، طبعا اليوم الاول شهد اقبال كبير واليوم الثاني، اما اليوم الختامي فهو شهد اقبال كبير جدا بسبب كثرة الفعاليات فيه. النهاردة عندنا ملتقى التوظيف، عندنا النهاردة أشعة الميمي جرام من المجلس القومي للمرأة، عندنا القوافل الطبية العلاجية، عندنا مسرح الطفل، عندنا صندوق مكافحة الإدمان. اليوم يعني كان من الأيام الكبيرة جدا، وشهدت كثافة من المتطوعين، شارك فيها أكثر من 250 متطوع، وبنتمنى المبادرة دي تتكرر في مركز أولاد صقر. الحقيقه دور المتطوعين طبعا زي ما حضرتك شايف بنشارك من اول لحظه في الاعداد والتجهيز للفصول وللمسرح والمشاركه ومساعده الاهالي في الدخول للمكان وارشادهم وتوجيههم للاماكن المخصصه لهم، سواء كان الاطفال بندخل الاطفال المسرح وبننظمهم وبنساعدهم على ان هم يستفيدوا من الفعاليات، كذلك الوضع بالنسبه للموضوع الطبي اكثر من 10 تخصصات هنا طبيه، برضه بنعرف ناس تخصصات طبيه واماكن تواجدهم وبنساعدهم الوصول والخروج بامان وتقضيه الحاجه بتاعتهم يعني. لا جميله والله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا فيكم يا رب وفي مصر كلها، والحمد لله انتوا بتحسسونا بشكل كتير، ووجودكم معانا هنا نورتونا وشرفتونا والله العظيم.